فريق قوة الإطفاء العام المشارك في إخماد حرائق الغابات بجمهورية تركيا الصديقة عاد إلى أرض الوطن منذ أيام بعد أن تكللت مهمة بنجاح كبير. الحمد لله رب العالمين. مهمة فريق الإطفاء الكويتي انتهت بعد إعلان السلطات التركية سيطرتها على جميع الحرائق بجهود رجال إطفاء، واللي شارك معهم بالتأكيد أبطالنا من رجال الإطفاء. نشوف طبعا أكثر وأكثر من خلال هذا التقرير، ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. بروح الانتصار وبأداء بطولي جسدته التضحية والإيثار، عادت فرقة قوة الإطفاء العام بعد مشاركة ناجعة تجلت بإخماد حرائق الغابات بجمهورية تركيا واستقرار الأوضاع هناك بعد أيام مستعرة بالنيران. وكان رجال الفريق الكويتي قد غادر تركيا بعد إتمام مهمته بنجاح بمشاركة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق التركية منذ أواخر الشهر الماضي وأدت لمقتل 8 أشخاص. سفير دولة الكويت لدى تركيا غسان الزواوي كان قد أعرب عن سعادته بإنجازات فريق الإطفاء الكويتي على أراضي الجمهورية التركية ومساندته لفرق الإطفاء التركية في إخماد الحرائق بأوامر سامية. فيما توجت المبادرة السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإهداء جميع الآليات والمعدات المشاركة في إخماد الحرائق للجمهورية التركية، تعبيرا عن التضامن بين البلدين وترسيخا للصداقة والتعاون. وتمت عملية التوقيع والتسليم على مرحلتين، الأولى في ولاية موغلا والثانية في ولاية مرمريس بحضور مسؤولين أتراك حكوميين ومن وكالة الطوارئ والكوارث التركية، إلى جانب السفير الكويتي في تركيا وعدد من قيادات وضباط الجيش وعناصر قوة المكافحة والإنقاذ الكويتية التي أثبتت كفاءة عالية في إظهار الجوانب المهنية والإنسانية النبيلة بإخماد حرائق تركيا التي كانت الأكثر فتكا بأراضيها على الإطلاق. كما سلم الوفد الكويتي تركيا التصاريح اللازمة وإرشادات استخدام الآليات التي ترقى لمستوى معدات الإطفاء العالمية وكفيلة بتشغيل مركز إطفاء بالكامل، وتضمنت مضخات للحريق ولوازم نقل المياه بسعة كبيرة. إذن مثل ما شفنا في التقرير، رجال قوة الإطفاء العام دوما صمام أمان ضد الحرائق، ليس فقط داخل الكويت وإنما حتى وصلوا إلى الخارج، كما أنهم باشروا مهامهم البطولية في عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في جميع أو عفوا في جمهورية تركيا الصديقة من خلال خيرة منتسبي الإطفاء وبما تملكه القوة من أجهزة وتقنيات وآليات على أحدث طراز. جهود رعاية الإطفاء مهما تكلمنا عنها ما راح نوفيهم حقهم، وشهادتنا فيهم مجروحة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا بطلان من رجال فريق الإطفاء الكويتي اللي شاركوا في مهمة طبعا المشاركة في إطفاء حرائق الغابات في تركيا، واللي تكللت ولله الحمد والمنة مهمتهم بالنجاح والتوفيق حتى إعلان نجاح تركيا في السيطرة على حرائق غاباتها. دعونا طبعا نرحب بنائب قائد فريق إطفاء الكويتي المشارك بإخماد الحرائق في تركيا المقدم خالد كنعان، وأيضا نرحب بالمقدم أحمد عبد السلام ضابط العمليات الميدانية. حياكم الله ويانا، الحمد لله على السلامة وكفيتوا ووفيتوا. الله يحييك ويسلمك إن شاء الله. خلنا نبدأ بداية ويا طبعا المقدم خالد كنعان، شنو هو حجم الطاقة البشرية والتقنية اللي شاركت فيها الكويت في هذه الحرائق؟ طبعا بالنسبة حق هذه المهمة تم إرسال 45 رجل إطفاء وست آليات بكامل تجهيزاتها ومعداتها. ما شاء الله. احنا نتكلم عن معدات أو أجهزة، معدات حماية شخصية وكذلك معدات ثابتة بالآليات ومعدات محمولة. نعم. أكيد يعني هذه المعدات تتناسب مع المهمة اللي احنا متجهين لها. ف للأمانة القيادات ومتابعة متابعة مباشرة من رئيس قوة إطفاء العام الفريق خالد المكراد أصر أن تتوفر حتى أقل اللي هي أو أصغر المعدات مثل الكمامات، وإحنا نتكلم عن النظارات الخاصة واللي تحمي من الدخان
والغبار وغيره. فكنا جاهزين، انا يعني اللي وصلنا له بالنهايه ان احنا رحنا بجاهزيه كامله. الحمد لله رب العالمين. خلينا نروح للمقدم احمد السلام. طبعا مقدم احمد السلام انا اعرفك تجديف، ما ادري تفاجات فيك اليوم مطافي بحر وان شاء الله ما شاء الله اصب ماي اصب ماي قواك الله. شنو المناطق اللي عملتوا فيها كفريق كويتي؟ طبعا بالبدايه يعني عدد الحرائق كانت موجوده في غابات تركيا هي تقريبا 250 الى 260 حريق. تم توزيع الفريق الكويتي المشارك على طبيعه اليوميه، مثلا كان الفريق الكويتي مشارك في الصفوف الاولى طبعا في مواجهه الحريق، ما كنا في يعني في امور يعني ثانويه او ستاند باي، لا كنا لا. في مواجهه الحريق، فالجدول كان ينزل ويانا كل يوم يوميا بان هذا اليوم هذه المنطقه اللي راح تتم عمليه مكافحتها، بالاضافه الى شنو المخاطر اللي بجانبها، عدد الساعات اللي راح نشتغل فيها والمتوقع ان نعمل فيها في مرتفعاتها، بالاضافه الى مخاطرها الموجوده. فكان يعني توزيعنا يكون يومي. انا هذه النقطه اللي كان ودي اتكلم عنها، ان تعال هني في حريجه احنا ما عندنا جبال ما عندنا غابات، هذا الشيء كان يصير معاكم؟ لا ما كان يصير ويانا، لان احنا مثل ما ذكر المقدم خالد كنعان في البدايه احنا جاهزين كمعدات كموارد بشريه، عندنا بروسيجر معين درسنا كل في دراستنا قبل تخرجنا، بالاضافه الى دوراتنا التدريبيه اللي نقوم فيها، انه الحريق تقريبا واحد لاسس معينه. لا بس التضاريس تختلف، التضاريس من الارتفاعات والنزول. اي يعني جديد علينا، احنا قاعد نكافح بالكويت يعني مباني 100 دور. حلو. اي فالاختلاف فقط في يعني مثال مستوى السيفتي راح يكون موجود عندك. هذا اهم شيء. اوكي بس ما علينا سلامتك. الاستراتيجيه يعني احنا نتكلم الحريق واحد نعامله عشان نكافح الحريق، اما خنق او عزل او تبريد. فهذا علم الاطفاء يعني اساسا. حلو. ولكن الاستراتيجيه تختلف من مكان لمكان. ولكن كمعلومات كهذا يمكن اخوي مقدم احمد عارف، احنا نبحث عن المعلومه. يعني من خلال طبعا دورات تدريبيه، من خلال احنا متابعتنا، يعني هذا اصبحت كانها هوايه. يعني هو يمكن حبكم لعملكم خلاكم اكيد تتعمقون. يعني هو الحين بالزوارق مثلا ما في محيطات، ولكن تلقاه بحث عن المعلومه وشلون يدش يعني المحيطات وهذا يعني مستعد انه يشارك يعني. فاحنا عندنا المعلومه وصار عندنا اجتماع ونقاش مع القيادات قبل المهمه واحنا بالكويت، فحطينا الإجراءات اللي لازم نتبعها، مثل وقوف الآليات، مثل شدة الرياح، اتجاه الرياح، في شغلات التيارات تختلف وهي صاعدة على الجبال من هي بالأرض المنبسطة. فكل هذه الإجراءات عندنا المعلومة الكافية، بس اللهم طبقناها على أرض الواقع. طبعا هذه الرياح والأمور هذه كلها كانت تطبق بالكويت، لأنه هي يعني التيارات واحدة، شمال جنوب مثال، شمال صحيح. جنوب شرق غرب، يتم التعامل معها في وقت الحدث وعلى ساعات معينة، لأن الرياح تختلف من ساعة إلى ساعة، مثل ما هي بالكويت، مثل ما هي في تركيا، مثل ما هي في جميع دول العالم. بالإضافة إلى أن كل حريق أو كل منطقة قاعد يتم عملية مكافحتها تختلف عن الثانية، يختلف السيفتي وياها، يختلف الإجراءات الوقائية اللي نتبعها، عملية المكافحة اللي نتبعها في الحدث نفسه. جميل. نروح للمقدم خالد كنعان. حجم النيران كبداية أول ما رحتوا؟ طبعا بمجرد وصولنا كانت المنطقة أو اللي تعاملنا معها اللي هي منطقة يالا بالبداية، فكانت النيران متفرقة في المنطقة وكانت يعني مرت عليها النار احنا نقول. فبدينا عملية اللي هي مساعدة الفرق في إخماد الحريق بشكل نهائي في هذه المناطق. من بعدها مباشرة انتقلنا إلى المنطقة الأساسية اللي هي منطقة كوجس. يعني تخيل معي المنظر، مجرد ما وقفنا على مرتفع نشوف الدخان يغطي الغابة بالكامل، وعدة بؤر من الدخان والحريق والطيارات شغالة. فكان في نفس ما قلت لك الاستراتيجية، يتبعون هم نظام تدخل الطائرات
بالبداية، بعدها الآليات الثقيلة لفتح الطرق، بعدها آلياتنا علشان نختار أماكن نبدأ عملية المكافحة، الراجلة اللي هي تشيل اللجنات الخاصة اللي فيها ماي وتبدأ عملية التفتيش النهائي. فكنا احنا التدخل الأول، يعني كنا مع الفرق اللي مباشرة بعد الطيران وفتح الطرق كنا ندخل مباشرة، فكنا احنا في منتصف الخطورة أو بالأحرى منتصف الدخان والحريق. فكان حتى قائد الفريق العقيد أحمد الرشيدي كان يطلب مني أحياناً أكون بمكان معين وراقب الوضع وراقب المنحدرات والدخان بالأماكن المختلفة، في حال أنها زادت أو كان بإمكانها أن تحاصرنا أبدأ مباشرة بالتواصل عن طريق أجهزة الميدان. هذه سيفتي أكثر حق حقهم حق الفريق، علشان عملية التراجع. يعني مشكلة المناطق المفتوحة أو الجبال النار ممكن تلف خلال صحيح. دقيقة دقيقتين صحيح. يعني حتى وإحنا موجودين هناك بالمناطق اللي اشتعلت بالبداية كنا نلقى خراطيم مشتعلة أو محترقة، خوذ ملابس، فيقولون هني النار حاصرة رجال أطفاء وحاولوا يطلعون بأسرع وقت ممكن. فالأمر ما كان بالسهولة صحيح. لكن الحمد لله كنا قادرين، يعني قدها وقدود إن شاء الله. مقدم أحمد، كمساحة حرائج موجودة في كعدد، احنا نسمع ان تقريبا فوق ال 200 260 تقريبا 260 غابه، يعني اللي كافحها الفريق الكويتي المشارك تقريبا، يعني احنا يوميا على مدار تقريبا 11 يوم فعلي كنا، يعني كل يوم كنا نشارك في غابه او غابتين، يعني على يعني مساحات يعني ما تحسب شاسع، يعني غابه يعني ساعة ونص احنا قاعدين نجي داخل غابة بالهكتارات على قولتهم، يعني بالهكتارات، يعني مثال بس انا تقريبا آلية قاعد تمشي ساعة ونص بداخل غابات مثل ما قال المقدم خالد، وفي سيفتي لنا ورا. لحظة، لا تقول السالفة هذه على الهواء. يوم ياك التركي قال لك في حريجة، شلون هذه سالفة التركيب؟ يعني اعتقد في مصورة قاعد تسأل انا توني ذكرتها، يعني استجبنا حق حريقه من هالنوع، حريقه حزتها الحريق الياني هو، يعني احنا طبعا ويانا في شخص عمليه التواصل واخذ المعلومات في نفس الوقت في الحدث نفسه، يكون هو من قبل السلطات التركيه، يعني شخص ثاني فيسحبني ويصارخ ايش السالفه يا طيب، يعني في شيء عطني معلومه، يعني على حسب البروسيجر اللي متعلمين عليه او اللي متفقين عليه اللي هو سول ماي احتاج فاير حريق او شيء، بعد يعني بعد دقيقتين فهمت انه في حريق جهه تبعد تقريبا 300 الى 500 متر، فدايركت اعطيت معلومه او يعني بما معناه بوجود حريق حق العقيد احمد هايف اللي ماسك الموقع بالكامل، واتجهنا دايركت الى موقع الحريق. يوم وصلنا وكافحنا الحريق الحمد لله الحمد، يعني بكفاءة عالية. سبب الكفاءة العالية أن الآليات كانت يعني مجهزة للوصول إلى مثل الدور 50 مثال ككويت الدور 50، فالآليات هذه ساعدتنا، مضخات ساعدتنا أن نصعد بال يعني على الجبال توصل لنا، وإحنا مثل آلية إذا هي بالدور مثال إذا في نهاية الجبل فتصعدنا لنفرد هوازنا لمثال بما يعادل 60-70 دور ما شاء الله. فكنا كاف كانوا يطلبوننا ويحتاجوننا حق الأماكن العالية بالإضافة للأماكن المبسطة الموجودة، فالحمد لله قمنا في دورنا في هالوقت هذا نفسه، يعني بأربع خمس دقائق الآليات يعني تم تجميع الطاقم البشري ورسالة حق في موقع الحادث الثاني، طبعا هذا الحادث الثاني في جبل ثاني في خمس إلى ست دقائق، مثل ما هو تعرف في دولة الكويت أي حادث نطلع له يعني مثال من دقيقة إلى أربع خمس دقائق إذا كان، أعتقد الحين تعلمت لهجة جديدة لغة جديدة يعني إن شاء الله السوق الماي والأمور هذه. فالحمد لله كان هدفنا واضح، وكان يعني وجودنا في جمهورية تركيا شقيقة كان له دور ملموس ودور فعال. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب، كفيت ووفيت. وخلنا نرجع لمقدم خالد كنعان، ايش كثر استفدتوا كعناصر كفريق من هذه الحرائق او شلون استفدتوا؟ طبعا احنا اي حريق نتعامل معاه ونواجهه راح نستفيد منه، هذا امر يعني خالصين منه. حتى الحين يعني صار لي انا خدمتي 18 سنه وكنت بمركز من اكثر مراكز الكويت بعد الحرائق، لكن كل يوم كنت اتعلم شيء جديد.
فمشاركتنا هذه بالطبع يعني أضافت لنا معلومات، أضافت لنا خبرة، ونفس ما قلت لك إحنا المعلومة كانت موجودة بس ناطرين نطبقها بأرض الواقع عملي. والحمد لله طبقناها، أضافت لنا الكثير من ناحية التنسيق. طبعا إحنا متواجد عندنا تنسيق لكن بشكل أصغر، لما تنسق بشكل كبير مع جهات خارجية، كان عندنا ضابط اتصال اللي هو المقدم عبد الله السليم، كان هو المسؤول عن التواصل مع ضباط الاتصالات اللي من وزارة الغابات، من منظمة آفاد للإطفاء التركية. فحتى توفير المياه، توفير أحيانا الدعم الجوي، الأمور هذه كلها كان يبي لها تنسيق كبير يعني. فلله الحمد قدرنا فترة وجيزة أن نتداخل معهم ونقدر نكون إحنا دعم لهم، ما إحنا عبء عليهم. جميل. فهذا إحنا الأمر كنا واثقين فيه، خصوصا أن هذه المهمة يعني توجيهات سامية، إحنا نقول من سمو صاحب سمو أمير البلاد الموفد الشيخ نواف الأحمد جابر صباح، فكنا حاسين بالمسؤولية وعارفين لازم نأديها بكفاءة عالية لآخر يوم. وانتو قدها. والحمد لله نجحنا بهذا. وانتو قدها. مقدم أحمد، شنو نفس الأجهزة اللي هني تستخدمونها استخدمتوها هنا؟ الوسائل اللي قاعد تستخدمونها يعني أنا مثلاً أعرف إنه في فوم مثلاً يطفون فيه، في ماي، في أعتقد يمكن قبل فترة ما إذا تستخدمونها للقنابل اللي هي الخانقة لهذه الأمور، هل تم استخدامها هناك؟ طبعاً تم أخذ بالاعتبار أن المنطقة اللي رايحين لها طبيعة المنطقة، بالإضافة إلى جبلية، منطقة عشبية، منطقة، تم أخذ جميع المعدات، يعني المعدات الرئيسية والأساسية اللي هي والدولية، مثال الهواز المناسبة، طول الهواز المناسبة. حلو. مثل عندنا الهواز لها رؤوس ولها سمية، الفكنوزرات المعينة اللي تطلق كمية الماء المناسبة عشان ما أفقد كمية ماء كبيرة، بالإضافة إلى حتى المعدات اليدوية، مثال الشبول، الليتات اليدوية، اللبس المعين حق الحادث نفسه، حق الموقع نفسه. جميل. الله يكرمك. حتى بالإضافة إلى الجزمات اللي لابسينها تختلف، أماكن صخرية. استخدمتوا أجهزة جديدة ما استخدمناها بالكويت؟ في أو معدات جديدة، بعض يعني المعدات اللي تستخدم بالكويت، ولكن في أجواء معينة تم استخدامها، مثل جهاز الآيفكس اللي يكون موجود على الظهر. يعني أنا وصلت لمرحلة صعدت نص كيلو في الجبل والنار دايركت صارت قدامي، فجهاز الايفكس هذا يوفر لي يعني نقول مثال مكافحة لمدة ربع ساعة، أقعد أكافح النار أو أغطيها مسافة عالية، إذا كانت نار مثال مسافة مترين إلى 3 أمتار إلى 4 أمتار بستة أمتار أغطيها بالجهاز الموجود عندي، يكون جهاز على ظهري فيه الفوم بالإضافة إلى فيه الماي، وأقدر أجزئ الماي، يعني بدل أصرف الماي في 5 دقائق أصرفها في ربع ساعة، في 20 دقيقة. فهذه الأجهزة دولية ومعتمدة، بالإضافة إلى أنها حديثة. يعني إحنا لما رحنا في جمهورية تركيا للمشاركة الشقيقة للمشاركة، وهم أضفنا لهم يعني معلومات جديدة، مو إحنا ما رحنا نكتسب خبرات، مثل ما ذكرت بس اكتسبتوا بلا شك. نعم. في أي حادث بالكويت أنا اكتسب خبرة، بالإضافة إلى السفر للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له 7 فوائد. نعم. رئيسية، هذه يعني من ضمن الأساسيات إحنا ضفنا واستفدنا. حلو. مقدم خالد، لابد من وجود صعوبات واجهتكم، بس الحين يمكن الكثير من الناس خاصة في الفترة الأخيرة، أنا طبعا أنا السؤال بسألك فيه صوبين، يعني الفترة الأخيرة زادت الحرائج. نعم. الكل قاعد يتساءل ليش، في المقابل شنو الصعوبات اللي قاعد تختلف عن من قبل للحين، وأيضا هم خلينا نتكلم عن تركيا بالتحديد ووجودكم هناك، شنو الصعوبات اللي واجهتكم؟ طبعا أهم شغلة اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، يعني حاليا نفس ما نلاحظ أوروبا تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، العالم ككل، هذه تأثر وتزيد من الجفاف. الجفاف طبعا بالغابات يجعل الأشجار وهذا وقود جاهز للاشتعال.
طبعا بالإضافة إلى أسباب ثانية، إحنا إذا نتكلم مثلا نقول إحنا التوسع العمراني، نقول إهمال الناس نفسهم، قلت الجزاز بالإضافة إلى الإهمال، هذا يدش من ضمن الإهمال. إيه يعني الزجاج المكسور. أيوة. ممكن يعمل كعدسة مكبرة أو عدسة تركز أشعة الشمس على منطقة معينة وتشعلها، بالإضافة إلى نقول إحنا حتى التدخين يعني ممكن يكون من ضمن الأسباب. من ضمن الأمور اللي هناك بلغونا فيها يعني بتركيا أن هذه السنة كانت الأمطار كميتها قليلة، الثلوج ما كانت نفس كل مرة، فهذا ساهم في جفاف الغابة وتحولها إلى وقود جاهز للاشتعال. ف يعني من الصعوبات اللي واجهناها هناك اللي هي أن هذا الأمر كان ممكن يحصل أي حريق بوجودنا، وهذا اللي حصل معنا، أن حريقين حصلوا بمناطق ما اشتعلت في السابق اشتعلت وقت على حظكم. إيه هذا هو. فأنت طبعا تدش عمليات تحقيق بعدين فيها ويبدون يحققون ويعرفون الأسباب على أساس يعالجونها. طبعا من ضمن الصعوبات ترى وعورة الطرق، يعني الطرق وعرة، الدخان منتشر بالمكان، الجهد البدني والذهني الشيء اللي مو بشكل طبيعي. يعني احنا نشتغل باليوم ساعات يمكن ايش كثر 14 ساعة، كملنا 15 ساعة. فانت تخيل من الساعة 6:30 الصبح للساعة 9:30 10 بالليل انت قاعد تعمل وبلبس المكافحة ومركز واي شيء، فاللهم ترد تاكل لك وجبتك وتحط راسك وتنام. نعم. علشان ثاني يوم تجهز حق المهمه اللي بعدها. طبعا نائب قائد فريق اطفاء الكويتي المشارك باخماد حرائق تركيا المقدم خالد كنعان، وايضا المقدم احمد السلام ضابط العمليات الميدانيه، بارك الله فيكم. الله بارك الله في عملكم، كفيتوا ووفيتوا. وطبعا يمكن انا اشكركم بلسان جميع اخواننا اللي قاعد يشوفونا. وأمر علينا وحق طبعا النقطة لازم توصل كرجال اطفاء، هدفنا واحد، حماية الأرواح والممتلكات والموارد الخاصة بالإنسان مهما اختلف الدول، سواء بالكويت أو خارج الكويت. هذه مهامنا وراح نستمر فيها إن شاء الله إلى أبد الدهر. بارك الله فيكم وتشرفت بوجودكم. الله يسلمك.